صباح صباح الخير بابا. صباح الخير سوبرز. سوبرز اليوم يوم عالمي. شوفوا شو صاير. صباح الخير. صباح. يا صباح النور. شوفوا 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 شو نزل معنا اهل لبنان. ليك سوبرز من امبارح عم تبكي. لك هلا بحكي بعد سنتين تبكي. شوفوا شو بدكم. شو بدك اليوم؟ يعني ما فيكم تخيلوا. رح يتحقق. اخ اليوم كثير كثير مبسوطين باللي رح يصير. ما في شيء ما صار معنا. خبطت السيارة من تحت. استأجرنا سيارة لنقدر نخلص مشاويرنا. مارفل من يومين كان عنده حفلة المدرسة. بعدين كان في مطر ما عملوا الحفلة. اليوم الحفلة. هلا بدنا نروح على مارفل قبل المطار. سيارة عيد ميلاد ليلى بدنا نعملها مفاجأة كمان هلا. يعني ما بعرف شو بنصور بهذا الفلوق. بدنا نروح على المطار. بدنا ما بعرف ايش بنصور بهذا الفلوق. مليان اخبار. ورح تضلوا معنا بالطيارة وصولا للبنان لنغمر اهل كيكي. لنغمر امتى؟ سوبرز هلا بدي اقول انه نحن بمناسبة كمان كل هالشيء الحلو اللي صاير معنا وبمناسبة الاعياد وبمناسبة السنة الجديدة. اول شيء نعد عليكم جميعا بالخير والصحة والعافية. ان شاء الله دائما بتكون ايامكم اعياد. كثير عم نصرخ. ان شاء الله دايما بكون عندكم اعياد وفرح وسلام. بدنا نقول لكم انه انا وكيكي وفادي ومارفل نزلنا صوره عائليه على اخر السنه على انستغرام. هيدي الصوره نازله عندي بس معمول كولاب على كل اكونتاتنا. سوبرز هيدي الصوره انا وكيكي كمان حبينا السنه مثل السنه الماضيه. نخصكم بهديه كمان صغيره 100% 4 تليفونات. واحد مني واحد من كيكي واحد من فادي واحد من مارفل لكم انتم. مثل دايما مثل ما كل مره بنعمل مسابقات وبنبعث لكم التليفونات لوين ما بتكونوا بالعالم. هيدي الصورة سوبرز. ادخلوا على انستغراماتنا تابعوا العائلة واعملوا عليها اكيد لايك واكيد كومنتس كتير ولعوها ولعوها كومنت. وانا وكيكي خلال هيك كم يوم اسبوع لنعطي فرص للكل كل يشارك على بواب السنة الجديدة. رح نقول الاربع اسامي ورح نبعث لكم التليفونات وان شاء الله يا رب اكتر حدا بحاجة يفوز وان شاء الله انتم بتكونوا من الفايزين. انا باول يوم تبع السنة الجديدة نزل غنيتي. شو بدنا نخبركم؟ لنخبركم اخبار بواحد جانيور اول كمان فيديو رح يضيعوا. اجيبوا ورا وقلم شو معنا بالفلوج لتضلكم منتبهين شو صاير معنا. سوري الفلوج كتير عجيب بس عن جد فاتحين كاميرا يعني كل الايموشنز عم تطلع من قلبنا عم نصور مع انه مؤخرين مع انه كل شيء بس بدنا ننقلكم بدنا تكونوا معنا. انت دبي بدنا نروح على الحفله مثل ما قالكم فادي واحد جانيوري. اوكي رح تنزل غنيته للبطل صرخه اول فيديو لنا بالسنه الجديده. رح يكون رساله حب وسلام من فادي لكل العالم ولكل زعماء العالم. لا 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 توني عم تمزح شو عم تعمل؟ عم برفع فيديوز في 9 فيديوهات سوبر في 9 فيديوز رح ينزلوا بغيابنا. عم برفعهم وظبط لهم سكادجول. قد ايه بعد بدك وقت؟ في 4 فيديوز على الرياكت في 2 على المايسترو في كيك. رح ابكي. لو بدك نزل 12 يوم على لبنان ما بنزل فيديوهات عم بعمل سكادجول. دقيقة 5 دقايق بدي يعطيني كثير 5 دقايق. يلا اشتغل تعالوا نفرجيكم السيارة اللي معنا هلا. اوكي هيدي حاليا يلا يا بابي اطلع. هيدي حاليا السياره اللي استاجرتها على يومين. اهلا وسهلا تفضلي. من الصبح عم بقول له توني اطلب يا ربي اطلب تاكسي. نحن لانه بدنا تاكسي سبيشل يعني بدنا كاب كثير كبيره لانه معنا 8 شنات ونحن اصلا 4 اشخاص لازم نكون حاجزين من قبل بنهار. طلبت اطلب هلا مع انه ما بيسوى استعمل التليفون انا عم سوق. اذا ما سافرنا اليوم بيكون هو السبب. اذا ما سافرنا اليوم بيكون انت السبب. انا عم بتنحي من امبارح. يا بحب طمنكم سوبرز انه لقينا سياره والسياره رح تيجي تاخذنا فان نساع كلنا وبالشنط كلنا ونحن وصلنا على الحفله عند مارتي. خبرهم انه مارتي نازله معك من شنط على لبنان للتاكسي. قالت لي ببعث لك. قالت لي مسيو لندن كاب. قلت لها نعم. قلت لها كم شنطه بتساوي؟ الله لهمني. قالت لي مسيو 4 شنط كبيره واثنين ترولي. قلت لها مدام معنا 8 شنط كبار. قالت لي مسيو بدك كميون. لا مش كميون. قلت لي رح ابعث لك تريلا 6 ويل تتحملكم انتم والشنط لانه نازلين 10 ايام على لبنان ما بقى في شيء بالخزانات. بلشت الحفله. بابا حطها على شعر البرد. شو؟ لا هو ستار ما كتير بيحكي معنا. ايه ليش يعني هو انا بدي فل هلا. احذروا نحن وين واقفين هلا والساعة 12 الظهر مقرر استاذ توني يغدينا اليوم. كثير جعانة.
لك فادي فادي جوعان فادي شو صار بعدين في اشياء في اشياء لازم نعملها قبل ما نسافر عم نشيل عن التودو تبعنا يعني ضب الشنطه بس انا اتاكد من عدد الفلانيلات انتم مش غربه يعني انه اتاكد من كل شيء كيلو عرفت شو قصدي انا منشيل الاكل يعني منشيله من عن التودو هلا هيدا البطل جوعان 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 سوبر سنة بدي لكم غنية فادي بتذكركم انه غنية فادي على 360 فيوز نحنا صورناها المرة الماضية لما كنا بالاستوديو على 360 فيوز فادي غنيها كاملة ففيكم تحضروها وتجولوا كمان بالاستوديو رابط 360 موجود بصندوق الوصف خلوا شوفوا الفيديو شوفوا فيديوهاتنا على 360 وعملوا لنا فولو هونيك لانه دايما عم نعمل فيديوز حلوة شو بس احنا خلصنا الاكل كتير كان طيب البرجر هلا رحنا المول نجيب الجاتولة رح نجيب جاتولة ليلى لنعمل لها مفاجأة وهابي بيرثدي يا ليلى نحن صفين هلا قدام استوديوهات سوبر فاميلي جبنا كيك لليلى ليكو ليكو شو عم ينتقدني ايه اللي بتفتح كاميرا لتشكيني ما علي لحظة ليه جايبتي لها لليلى لليلى اللي عندها بيبي ليه جايبتي لها رقم 8 لأنه الزلمة عنده من 0 ل 8 إنه ما عنده ما لقيت قلت أنا إنه ما تجيبي حلوة هيثم هيثم جوزة لليلى اوه واو واو مش ملحق شو اعمل حاجة قلت ماجي ما يبقاش ايدي فاضية هي المفاجأة هي المفاجأة عم تفتح معي العلبة حطوا صوتكم اوه الحمد لله على السلامة العلبة عم دخلها طيب اوكي هات هذا حط حط الشمعة يلا بشو ليه معنا فادي فادي من ورا بس المفروض تدخلوا مع بعض مش ورا بعض دخلوا بسرعة بسرعة ركض 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 هابي بيرثداي خلص يلا بركي بس نرجع نحتفل بعيدك سوا ابدا ابدا مش مشكله منرضى منرضى هيدا نحن وسوبر فاميلي كلنا عم نعيدك هابي بيرثدي ليلى كلكم قولوا لليلى بالكومنتس هابي بيرثدي ليلى يلا اللحظات الاخيره كلنا تجهزنا سوبر نحن انا نسيت لكم سوبر صح نسيت لكم نحن مهاجرين انا نسيت لكم نحن مهاجرين لمده 12 يوم فاخدين معنا شنطة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والشجرة اخدين الشجرة ما لأنا حطيتي حدا اخدين الشجرة قديه مبسوط قديه محمد مارفل بابا مارفل عم بيزين حاله شو هالتياب الحلوين ايه بابي لوين رايحين بيليبان بيليبان رايحين بيليبان رايحين بيليبان سوبر انا ديما سوبر ايش السيارة فادي رايحين هلا شو هلا شو يلا حمول وحده وحده يا بطل وحده وحده نزلها ليك شو يا بابي شو يا حبيبي اون فالي اوليبان ايه يا بابي اوكي سوبر مبدئيا فولت فولت شنطه العربيه لكن ما فيش معك في شنطه كيكي نعمل فيها مقلب سريع كيكي كيكي حبيبي ما راح تسيع السياره ما رح سيح مش قادر صدق انه اضطرينا نحط شنط حد الشوفير ليسيعه مش قادر زلمة فقلي حرام الدرايفر فتح حده الشنط حطته تاني وبعده عم بيفكر لا عم بيهندس يعني عم بيحسبها ما رح يسيعه ما رح يسيعه اوكي هلا كله عامل بانيك انه ما رح يسيع فادي عامل بانيك انه هو شخصيا ما رح يسيع كيكي لك 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 كيكي كيف عامل بانيك انه السيارة ما رح تسيع حط الشنط على المقاعد حط الشنط على المقاعد نحن وين بقى؟ نحن ما لنا محل هون الشنط مهم يروحوا نحن خلص نحن السفرة اللي جاية نحن This world I see it calls to me I hear its voice make my choice Yesterday it swept Super, away Super, we're going to the water Why don't we chase our dreams Marvel, can you name kill it, daddy? Look, I'm going to say it. I'm going to say it.
طلع مقعد المفضل. اوكي نحن قطعنا كل شيء وصلنا على هيدي الكور كور 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 كور. نحن مرانا كل شيء بالمطار. هدوليك البروسيجرز كتير فيهم سيكوريتي، ما فينا كنت صورهم يعني. قطعنا كل شيء ورايحين هلا على ديوتي فري، لكن رايحين عكسي، هني عكس هونيك عكس. طب يلا اركضوا. الله يستر الله يستر شو بدهم يعملوا هلا بلبنان. الله يستر. انت هيك بتسافري معهم؟ ايه هيك؟ انا ماشي. انا اخر مره وهيدي الجيت. دخلنا بالجيت ورايحين على الطياره يا حبيب قلبي الفادي. مش قادر صدق انه هي اول سفره مع الاولاد، مش ممكن تتخيلوا. ما انا قلت له روح عند الكابتن قول له ينطرنا. راح وأنا هون قاعدة مع مارتا. جاهزونا للإقلاع؟ Let's fly. تأكدوا أن ظهر المقعد مستقيم أمامكم وستائر النوافذ مفتوحة وأن جميع المقعد أوكي بلشت الطيارة ترجع لورا هلا. والإلكترونية واستريحوا. نحن والقمر شراء عارف أجمل اللون. ثواني بتفصلنا عن اللقاء، ثواني بتفصلنا عن لقاء الأهل. We miss Lebanon. We love you guys. يلا شوفوا فيديوهاتنا الجاية على القناة. بحبكم كتير.